سادات وسادتي، نرحب بكم كلكم جوه النادي الاهلي. يمكن بقى لنا مده كبيره ما عملناش مؤتمر صحفي او اتكلمنا، هي دي طبيعتنا كنادي، طبيعتنا كمجلس اداره. دايما احنا بعيد يمكن عن الكلام وعن الصحافه، لكن هي دي سياستنا طول عمرنا، ان احنا نحب ان احنا نشتغل ونشوف شغلنا صح. ويمكن الفتره الاخيره في كلام كتير جدا، سواء في الصحف او الخبريات او التلفزيون المصري، كل الحاجات دي يمكن ما نردش عليها، سواء حقيقيه او غير حقيقيه، سواء كلام مجدي على النادي او كلام ضد النادي، لكن هي دي سياستنا طول عمرنا، اتعلمنا كده طول عمرنا. طب اذا سمحت مهم، كل الاحداث دي خلتنا النهارده كمجلس اداره ان احنا نتكلم على الاحداث اللي احنا فيها حاليا وما يصار في كل شؤون النادي، ابتداء من لائحه سياده الوزير العملي وزير الرياضه، وما يصير عليها من جدل، وما يصير عليها من وجهات نظر مختلفه. والحقيقه موضوع اللوائح ده موضوع قديم معانا، مش من النهارده، عايز اقول من سنين طويله، لكن عشان نمسك بس اخر حالات مرت علينا، يعني اعتقد سنه 90 او كده قطعنا كل انتخابات الاتحادات نتيجه لائحه ظهر من وزير الرياضه في ذلك الوقت، قرار مجلس اداره، وتعاقدت حاجات بعد كده، واخر حاجه هي لائحه المهندس حسن صقر اللي هو رئيس المجلس القومي للرياضه. والحقيقه يمكن لائحه الاخ حسن صقر، السيد المهندس حسن صقر، شاركنا فيها وقدمنا تصوراتنا فيها، ويمكن مع سيادتكم ملف او دوسين احنا بنشتغل ازاي. احنا عملنا 3/8/2011 قرار مجلس اداره، شكلنا لجنه مع سيادتكم تشكيل اللجنه، وللنظر في هذه اللائحه كمان نفس السنة تقريبا، عملنا تصور لقانون للرياضة بنفس التشكيل تقريبا اللائحة، يعني التشكيل كان واحد، وكان تشكيل اللجنة أنا كنت موجود الرئيس معايا المهندس هشام سعيد، الأستاذ خالد، المهندس خالد مرتجي، الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة، الدكتورة رانيا عباني، ومعنا المستشار بتاعنا محمود بيه فهمي اللي هو كان هو طبعا الأساس عندنا في الشغل، ومعانا كان الأستاذ دنيان بيكون معانا رغم من لما جم وطلعت اللائحة الجديدة. قبل اللائحة احنا قلنا يا جماعة خلينا نمشي صح بقى، الكلام ده وصل ان مفيش داعي تعملوا لوائح، مفيش داعي تطلعوا قوانين من الدولة. وفعلا قلناها كذا مرة، هرجع له تاني. المهم لما عملنا اللائحة بتاعت المهندس، لما طلعت اللائحة بتاعت المهندس حسن صقر مع سيادتكم المقترحات والتوصيات بتاعتنا، ثالث بند فيه اللجنة الأولمبية المصرية
هي المسؤولة عن الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتنظيم لوائحها وقوانينها وشؤونها، مع التأكيد عن أن المرجعية القانونية واللائحية للمصاف الأولمبي في إدارة الحركة الرياضية. ده كلام واضح مش من النهاردة. بند رقم 7 عند سيادتكو، الامتناع نهائيا عن إجراء أي تعديل أو إدخال أي أنظمة لائحية أخرى ترتبط بقانون 77 لسنة 75، لأنه لا فائدة من هذا القانون. بند رقم 8، التأكيد على أن صياغة القانون الجديد يكون من خلال مجموعة متخصصة في هذا الشأن وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية وفقا لقواعد المصاف الأولمبي، والتأكيد على استقلالية الهيئات الرياضية الكاملة بصورة تدعم دور الجمعية العمومية دون قيد أو تدخل من الدولة. ديت 11 بند، بديكم بس 4 بنود. الكلام دوت حصل قبل كده، وكنا دايما بنقول ان كل وزير الرياضة وكل مسؤول الرياضة بيجي بيطلع لائحة، واللائحة دي كل مرة مش بتبوظ، فيها صح طبعا، حاجات صح حاجات غلط، لكن في النهاية خالص بتعمل بلبلة ان انا بغير لوائح، وكل وزير يجي تقريبا على مدار كده معاشرتنا بالكلام ده. المهم ما حصل موضوع اللائحة الجديدة، لأول مرة اللجنة الأولمبية المصرية تطلب اجتماع لنا مع الأندية، اتصلوا بينا، واحنا قلنا احنا اوريدي هنجيب حاجات اوريدي موجودة وليس جديدة. فوضنا الأخ خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وقلنا له يا خالد ادي اللي حصل قبل كده والمساق الاولمبي قبل كده. حاجه مهمه برضو، قبل ما تطلع اللائحه كان في اجتماع مع سيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، وانا قلت 5 دقائق فقط او اقل، كان كلامي واضح ان احنا محتاجين قانون للرياضه، وهذا القانون يخرج من اللجنه الاولمبيه الوطنيه. كان يميني سيادة الوزير العمري بدون ما تدخل من سيادة الوزير العمري وزير الرياضة، أنا قلت كده قدام سيادة الرئيس، وقلت لسيادة الرئيس وكمان القانون مش رايحة، وكمان قانون لازم يتعمل بهذه الطريقة دون تدخل من السيد الوزير الرياضة. الكلام ده متسجل طبعا، وأعتقد بقالنا شهرين يعني الكلام ده احنا قلناه. وعلى المستوى الشخصي يا جماعة ما حدش طلع لوائح ولا تعملوا قانون، ونرجع للمساق الأولمبي، نشتغل على المساق الأولمبي ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية اللي هي أصلا إحنا هي قمة الرياضة في العالم، تتبعها الاتحادات وإحنا نتبع الاتحادات، هي كلها موسوعة واحدة لازم تمشي بهذا الطريق. أدي الموقف بتاع النادي الأهلي، مش من النهاردة، طول عمرنا عندنا موقف وثابت وما بيتغيرش. ده الموقف بتاعنا. لما جبنا اللائحة بقى بعد كده لقينا فيها حاجات غلط من ناحية قانونية دستورية، وكمان من ناحية الإدارة بتاعتنا احنا. يعني احنا ناس اعتقد يعني ان النادي الاهلي على مدار سنينه اعتقد يعني ان هو مر بتجارب كثيرة ولوائح كثيرة مرت علينا. أنا قدامي 35 بند من الزملاء غملاتي في النادي وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة وكمتي من إدارة النادي فيهم خلاف. أنا همسك بعض منهم عشان الوقت، اللي هو خلاف في الإدارة. أكتر حاجة واضحة إن رجعنا تاني نقول عايزين رئيس لوحده ونائب رئيس لوحده وأمين صندوق لوحده. لو ترجعوا بالذاكرة إحنا قسينا قد إيه لو الرئيس مش متفاهم مع نائب، أو النائب مش متفاهم مع أمين الصندوق، أو العكس.
أعتقد بدون ما أرصد عليكم، وأنتم سيداتكم عارفين الكلام ده كويس، على مدار السنين اللي فاتت دي حصل مشاكل كثيرة جدا وأدى إلى خلافات جوه أندية وكده. المفروض كان الكلام دوت إحنا قلنا ده غلط، رجع قلنا يبقى في رئيس، ومن جوه الانتخابات بعد ما تفرز الجمعية العمومية للانتخابات تفرز نختار نائب الرئيس وأمين السمية. أمثلة يعني لما نيجي نمسك على أمثلة كثيرة موجودة عندنا، يعني مثل برضو بالنسبة للأعمار السنية والانتخابات فيها تحت 32 وتحت 42 وتحت 52 وأكبر من 52، عملنا الدراسة عندنا بتحت 32 سنة دول 23 ألف ناخب لهم حق التصويت داخل النادي الأهلي. 32-42 29,728، يعني بختصر الكلام 42-52 25,000، أكبر من 52 78,000. يعني معنى كده أنا بعمل فوتينج وبصوت على فئة فيها 23 ناخب 23,000، فئة أخرى فيها 78,000 ناخب. يعني ممكن واحد ياخد 20,000 أو 30,000 أكتر من عدد الأصوات اللي هي أصلاً موجودة في الأعمار السنية اللي هي تحت 32 سنة. ده برضو أعوار موجود إن واحد ياخد ثقة الجمعية العمومية،